والكابتن وليد صلاح الدين، والاثنين حبايبي حبايبنا كلنا، والاثنين لعبوا مع بعض والاثنين نجوم صحيح وملتزمين، وما شاء الله واحد مدير كوره والتاني برضو مدير كوره ومحلل ما شاء الله. فكل سنه وهم بألف خير وصحه وسعاده ودايما كده في احسن الاماكن، ودايما كده بيخدموا اسم النادي الاهلي العظيم في كل مجال يعني. صحيح. كابتن عادل حابب تقول حاجه للكابتن سيد والكابتن وليد؟ كل سنه وهم طيبين. وكابتن سيد يمكن من المديرين الكره الناجحين جدا، وكابتن وليد صلاح من افضل اللاعبين، من افضل اللاعبين اللي شفتهم ولعبنا معاهم، يمكن طلع وهو صغير علينا. صحيح. لا بس لعيب من اللعيبه الافذاذ في مصر يعني. طبعا. يمكن من من الفراوده ونص الملعب اللي ما كنتش تعرف هو راح فين بالكوره يعني، لعيب كبير يعني. بس هو طيب. احنا جايبين له صوره حلوه قوي وهو صغير. لا بلاش دلوقتي، جسمه كان مثالي كمان. مش هو صغير دلوقتي، فرق شويه. لا يعني هو مش صغير، هو صغير قوي هنا. هنا صغير جدا. جميل وليد، شخصيه لعيب موهوب علاء. جميل طبعا. كل سنه وانتم طيبين. ويمكن وليد لعب فتره معانا زي ما كان بيتكلم عادل يعني. سيبك من حياتهم في الملعب وكده، لكن هم اثنين شخصيات جميله في النادي الاهلي. عارف لما تيجي تتكلم على لعيبه كده، وليد طبعا شخصيه جميله جدا جدا في الكوره. طبعا امير الموهوبين وليد دايما كان مميز في الكوره، حاجه لوحده خالص كده. سيد نفس الكلام، بس يمكن سيد الاصابه هي اللي عطلته كتير. سيد مره قابلني بيقول لي بص انا خدتك انت مثل اعلى، بس صحيح. ما كنتش عايز اخد منك الاصابه يعني، فاهمني؟ قال لي انت مثل الاعلى في كل حاجه. اتكلم عنك كويس جدا هو. لا سيد حبيبي، لا شخصيه جميله سيد، وناجح جدا ومحترم جدا، وراجل دايما عنده هدف ان هو بيحب النادي الاهلي قوي وعايز يخدم النادي الاهلي قوي. صحيح. لكن بلال تقريبا اتكلم في حاجه، ان دايما الناس اللي هي اسامي كبيره في النادي الاهلي الاسم ما بيجيش من فراغ خالص. استحاله حد يتكلم على كابتن هاني مصطفى ناس ما تسمعش عنه، لكن هم جالهم دلوقتي فكره او جالهم شويه معلومات مين كابتن هاني مصطفى، لكن هم اكيد شافوا سيد عبد الحفيظ، شافوا وليد، فعارفين مين دول، بس هم شافوهم في الملعب. انما بره الملعب هم شخصيات جميله جدا، ناس محترمه جدا، بيحبوا النادي قوي، عارفين قيمه النادي الاهلي قوي قوي. اثنين لعيبه كبار جدا جدا جدا، تاريخهم معروف في النادي الاهلي. كل سنه وانتم طيبين ودايما في خير وسعاده يا رب. كابتن احمد بلال، كلمه للكابتن سيد عبد الحفيظ. سيد اولا، سيد اخ وصديق. سيد انا يعني كنا قاعدين مع بعض في بيت واحد يعني في سنه 96. تمام. كنا قاعدين في مصر الجديده، كان النادي عارف زمان كان بيجيب بيوت للعيبه المغتربين، فكان سيد معايا شخصيه جميله جدا ومهذبه جدا. وسيد من الناس اللي حافظ تاريخ كويس قوي يعني، تقعد معاه يقول لك بص سنه 78 هو مثلا او 76 حافظ افلام كابتن شات. والله ممكن يقول لك سيد. لا سيد فظيع. ومين كان لابس باروكه في فيلم ايه؟ كان قايم بدور الست في دور ايه؟ جدا والله عليك يا كابتن. لا سيد ذاكرته جامده جدا ما شاء الله. عنده ذاكره ما شاء الله جيده جدا جدا جدا، وعنده شخصيه جيده، والناس بتحبه. هو محبوب وكان لعيب كويس هايل طبعا. سيد ممكن ما يكونش كمل كتير فما خدش حظ كبير قوي في اللعب، لكنه كان لعيب موهوب بشكل غير طبيعي يعني. كان من افضل الناس اللي جت في حته الرايت وينج دي، كان لعيب هايل وعليه كروس رائع جدا جدا وبيسجل اهداف بيكمل كمان او لحد لعيب قوي جدا. كل سنه وهو طيب. ووليد صلاح الدين طبعا انا لعبت معاه فتره من الفترات، واحد من الناس الموهوبه جدا جدا جدا. وليد برده شخصيه مهذبه جدا 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 جدا، ولعيب متواضع تواضع كاخلاق يعني، مش في اللعب طبعا. يعني في لعيبه بتبقى متواضعه في اللعب في الامكانيات، لكن ده امكانيات عاليه وشخصيه متواضعه جدا. مزبوط. كل سنه وهو طيب. واي حد من الناس اللي بتتكلم عن دول كابتن امين زي ما قلنا واتفقنا، لما بتتكلم على نجم بزغ في النادي الاهلي فدايما بتربط جنبه الاخلاق والاحترام والالتزام والادب يعني، فاهم قصدي؟ فكل سنه وهو طيب. نجوم النادي الاهلي كابتن طبيعي. بص مش هتبقى نجم يعني في النادي يعني الاهلي، مش ملعب بس. بص يا كابتن، مش هتبقى نجم في النادي الاهلي الا اذا كنت عندك صفات النادي الاهلي صح، بره وجوه. بره طبعا ده طبيعي. مزبوط. يعني مش هتكمل والناس تحبك وتبقى نجم وتفضل معلق مع الناس الا اذا كنت عندك الصفات اللي بيتميز بيها باقي لعيبه النادي الاهلي. مزبوط. تمام. او النادي الاهلي بيغرزها فيك وانت صغير، الالتزام والادب والاخلاق والتواضع، وهي دي سمات وصفات النادي الاهلي ولاعبين النادي الاهلي. مظبوط. كابتن شريف، نتكلم عن بدايه الموسم بقى.